تمام، يبقى كله قافل المايك، اخلص شرح وبعدين ايه، بعد ما اخلص شرح اللي هقوله دوره هو اللي هيحل. احنا بالترتيب كده، اللي دخل سلمان الاول وبعد يوسف وبعدين دخل شام وبعدين ادم وبعدين مراد. تمام، فبالترتيب كل واحد يحفظ دوره. تمام، احنا اخدنا المحيط، قلنا المحيط ايه، عبارة عن ايه المحيط؟ مجموع اطوال اضلاع، صح؟ المحيط صح عبارة عن مجموع اطوال الاضلاع. طيب خليني قبل ما كده، خلينا نشرح الاول وبعدين هنحل. طيب انا لو جيت اديت لكم شكل كده، انا لسه بدأ. لو جيت اديت لكم كده شكل كده، تمام، بأي منظر كده، مش تمام، لازم يبقى متصل. ثانية أكمل بس رسمة الشكل كده مثلا، ماشي؟ اهو احنا مش عارفين ده مربع ولا مستطيل ولا ايه، ايا كان هو شكل رباعي. رباعي يعني ايه شكل رباعي؟ يعني ليه 4 اضلاع. تمام، مثلا هنا 4 سنتي مثلا، وده كان 5 سنتي، ده 9 سنتي، وده 7 سنتي. تمام، ما مش موجود. انا عايزه اجيب المحيط بتاعه، عايزه اجيب المحيط بتاعه، هعمل ايه؟ هقوم جاية قايلة المحيط مجموع أطوال الأضلاع اللي هو إيه؟ أهو عايزة محيط الشكل أهو، هقول يساوي. هبدأ من أي نقطة؟ بدأت من هنا من الـ4 أهو، أدي أول رقم قابلني 4، زائد كام اللي بعده أهو، ده قلنا 5 زائد 5 زائد كام؟ 9 زائد آخر حاجة 7. الـ4 أضلاع، ده شكل رباعي. انا مش عارفه هو اسمه ايه، المهم هو شكل رباعي، يعني 4 اضلاع. هجمع اهو، 4 زائد 5 9، 9 زائد 9 18، 18 زائد 7 25، يبقى ايه محيطه؟ 25 سنتي، سنتيمتر بس، لان احنا ايه في المحيط، المساحه يبقى ايه سنتيمتر مربع. تمام، فاي شكل، اي شكل عايز اجيب المحيط بتاعه هجمع أطوال أضلاعه. حتى لما جينا رسمنا المربع ولما رسمنا المستطيل برضو بنجمع أطوال أضلاعه، بس احنا بدل ما نقعد نجمع مثلا المربع، لو طول ضلعه 4 مثلا، بدل ما أقول 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4، بختصر أقول إيه 4 في 4 طول ضلعه، لأن هو متكرر 4 مرات، فهستخدم إيه الضرب اللي أنا عارفاه، هستخدم الضرب اللي انا عارفاه، جدول الضرب. كررت رقم 4 مثلا 4 مرات، وهضربها ايه في 4. طب المستطيل لما كنا بنجيب محيطه برضه كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول مجموع اطوال اضلاعه. بس انا عندي ايه؟ عندي كل ضلعين متقابلين متساويين، تمام، فهضرب الضلع اللي متكرر عندي 2 مرات، والضلع التاني اللي متكرر عندي 2 مرات اللي هو الطول او العرض، وايه وهجمعهم. فقلت اختصارا ان انا جمعت الطول مع العرض والاتنين متكررين 2، فضربتهم في ايه في 2. فقلت محيط المستطيل كان ايه معايا؟ كان يساوي الطول زائد العرض، جمعتهم الاتنين كل واحد متكرر 2 فضربتهم في 2. لكن المربع كان ايه؟ محيط المربع كان يساوي ايه؟ طول الضلع اتكرر 4 مرات، فهقول ايه اثنين طول الضلع في 4، اثنين أربعة الضلع في 4. بعدين قلت محدش يفتح المايك وانا بشرح، طول الضلع في ايه في 4، تمام، لانه اتكرر كم مرة؟ اتكرر 4 مرات. طب لو شكله خماسي وكل اضلاعه متساوية، اتكرر 5 مرات، هضربه في ايه؟ في 5. اتكرر خمسة 6 مرات، هضربه في 6.
تمام، لو هو متساوي. لكن لو شكل مش متساوي هعمل ايه؟ هجمع كل طول ضلع، انا مضطرة ان انا اجمع طول كل ضلع لوحده، تمام، مفيش حاجة تسهل عليا. طيب لو اداني شكل غير منتظم، احنا بقى بصوا الفترة اللي جاية دي من هنا بقى لغاية اخر الـ اخر الـ المنهج اللي جاي ده كله لعب بقى، كله هنطلع المهندس اللي جوانا، كل واحد هيطلع المهندس الصغير اللي جواه، مش تمام. فاهم قصدك يا بيه. يعني احنا بقى هنعمل مسألنا بنفسنا بقى، وهنتعلم ازاي نجمع ونجيب الاشكال نعمل نجيب الاطوال اللي مش موجودة معانا، الضلع المجهول، الحاجات دي كلها ايه، كلها ايه، حاجات ذكاء. وانتوا كلكم ما شاء الله عليكم اذكياء. ايوه لو عندي كده الشكل ده ماشي، مربع. ما ماشي، ثانية واحدة خليني ثانية أرسمه أنا في المساعدة أرسمه. ماشي، لو عندي شكل كده ماشي، تمام، وطول الضلع هنا 4 سنتي، وطول الضلع هنا 5 سنتي، وده 6 سنتي، تمام. عايزة أعرف محيط الشكل ده، هو مديني إن ده إيه 4 سنتي برضو، وده إيه 4 سنتي، تمام. عايزة أجيب المحيط بتاعه، هعمل إيه؟ أنا الشكل ده هقسمه، أنا مش عارفة الشكل ده، يا إما هجمع كده كله على بعضه، بس ده هو سهل، ان احنا هيجيب ايه، هجمع الاربعة زائد الخمسة زائد الستة زائد الاربعة زائد الاربعة، صح؟ او ممكن اعمل ايه، ممكن اخد خط كده، مش ده مثلث اهو ومربع، صح؟ مش ده مثلث ومربع، هجيب محيط المربع لوحده واجمعه على ايه، على محيط المثلث. طبعا برضو هجيب ايه، ده مربع يبقى هنا برضو 4 سنتي، تمام، يبقى هجيب محيط المربع الاول زائد محيط المثلث، تمام. ده ايه اللي انا بجيبه، ده ايه، ده محيط الشكل، محيط الشكل كامل يساوي محيط المربع اللي هو ده. خليني اغير اللون والونه بلون مختلف اللي هو ده، كبر اللي باللون الاحمر ده. طبعا القياسات دي اكيد مش مظبوطة، لان احنا ايه، هنرسم بس اي شكل توضيح بس. هجيب الشكل المحيط اللي هو باللون الأحمر ده، وبعدين أجيب اللي باللون الأصفر، فهعمل إيه؟ محيط مربع اللي هو إيه؟ طول الضلع في كام؟ في 4. عندي طول أربعة. الضلع كام هنا؟ 4، يبقى 4 في 4، أعمل علامة يساوي، ومن علامة يساوي زائد كام؟ محيط المثلث مجموع أطراف أضلاعه، 5 زائد 6 زائد 4، أو 5 زائد 6 زائد 4، هيطلع كام؟ 4 في 4 بكام؟ ستة 11. ستاشر ستاشر 16. زي ما قلت، وبعدين نقول 5 زائد 6 كام؟ 5 زائد 6 11، 10، 16. 10 ازاي؟ 11 زائد 4، 15 زائد 4 15، 14. 14 16. 16 16 يساوي كام؟ نجمع الأول الأحاد مع الأحاد، 6 زائد 5 كام؟ 6 زائد 5 11. لسه قايلين 11، هحط واحد
11. وهحط الواحد على الواحد التاني بتاع 16. 1 زائد 1 2. 2 زائد 1 2 زائد 1 4. تلاتة. 3. ازاي 3؟ يبقى كله ايه؟ 31. ايه ده؟ محيط. ايه؟ هيبقى ايه المحيط؟ هيبقى سنتي ولا سنتيمتر مربع؟ سنتيمتر. سنتيمتر بس. برافو عليك، مش مربع. ثانية واحدة معلش. تمام، يلا بينا نكمل. طيب لو اداني شكل زي كده، يبقى احنا ايه؟ لما يديني شكل غير منتظم انا مش عارفة هو هجيبه ازاي. مثلا زي كده، ده مربع. استنى بقى، اداني شكل زي كده. تمام، انا بس اظبط الشكل. شكل زي كده، واداني ان الضلع اللي فوق ده ب10 سنتي، طوله 10 سنتي، والضلع ده كام؟ 7 سنتي. تمام، والضلع ده 7 سنتي. تمام، وده 4 سنتي. تمام كده، عايز اجيب ايه؟ محيط الشكل ده، ومش مديني اي حاجة تانية، مش مديني اي معلومات تانية، عايز اجيب محيط الشكل ده. هعمل ايه؟ عندي كذا طريقة، عندي كذا طريقة. اول طريقة نغير اللون الاول عشان ايه؟ نشوف. اول طريقة ان انا اجيب اقسم، لازم هقسم الشكل ده. الشكل ده مش شكل منتظم عندي، لا هو مربع كامل ولا هو مستطيل كامل ولا هو شكل منتظم كامل. فعايزة اجيب المحيط ده كله، عايزة اجيب محيط الشكل ده كله بالموجود المعلومات اللي معايا. هعمل ايه؟ هقوم جاية مقسمة، هقسم الشكل اللي معايا اي طريقة بقى ايه تعجبني. لو حبيت اقسمه كده واخدت الجزء ده لوحده اللي بالاحمر ده لوحده، تمام، واخدت الجزء اللي بالاصفر ده لوحده، نعمل معايا ايه؟ مستطيل كبير ومستطيل صغير. طيب المستطيل الكبير ده طوله كام؟ هنا هنا عمل معايا مربع. ليه؟ لان اطوال الطول زائد الطول يساوي العرض. هنا 7 وهنا 7، فعمل معايا ايه؟ مربع. تمام، ما عملش مستطيل. يبقى هقسم ايه؟ هجيب محيط المربع، هضرب 7 في 4. هجيب الاول محيط الشكل الاحمر اللي هو ايه؟ محيط المربع يساوي 7 في 4. بكام 7 في 4؟ مين عارف؟ 5. 21. لا، لا، 28. أيوة 7 في 4 ب28، يبقى 28 سنتي. طيب عايزة أجيب بقى الشكل اللي بالأصفر ده، ده أنا مش معايا فيه غير العرض بتاعه إن هو 4 سنتي، عايزة أجيب الجزء ده. هعمل إيه؟ مش الجزء ده هو ده يساوي بعض؟
صح ايوه معايا ولا صحيح ايه؟ افتحوا افتحوا المايك، افتحوا المايك. معاك، ايوه صح. الجزء ده مش الضلع ده يساوي الضلع ده صح؟ ايوه وقلنا ان الضلع ده كده 4 سنتي، ايوه يعني الجزء بالاحمر ده، الجزء اللي بالاحمر ده هنسميه مثلا سين، مثلا اللي هو جزء سين ده زائد ال4 سنتي يساوي ايه؟ الضلع اللي قصاده. يعني الجزئين اللي بالاحمر، الاحمر والاصفر دول يساوي الكبير، الضلع الكبير اللي بالاصفر. يعني خلينا نقول دي سين، دي سين دي زائد 4 يساوي كام؟ 7 اللي قصاده. الضلع ده هغير اللون عشان تفهموني، الضلع ده كله يساوي الضلع ده كله صح؟ اللي بالاخضر ده والضلع اللي بالاخضر التاني ده هو يساوي اللي بالاحمر زائد ايه؟ اللي بالاصفر. واللي الاصفر اللي تحت ده كام؟ 4 سنتي. تمام، 4 سنتي. فعايزة اجيب الباقي، 4 زائد كام يديني 7؟ سبعة فاطرح 7، أربعة أربعة من زائد 7 يبقى 7 ناقص أربعة زائد 4 10. يساوي 3، لا 3، ايه اللي هجمعه ثلاثة ال4 هيديني 7؟ 3. ثلاثة يبقى الجزء ده كام؟ 3 سنتي. ثانية صفر، أنا شوية 3 سنتي. الجزء اللي هو سين ده 3 سنتي. تمام. طب عايزة أجيب تمام. الجزء التاني، أنا جبت أهو أول ضلع اللي بالأحمر، عايزة أجيب الجزء التاني ده اللي بالأخضر ده اللي لونت عليه، مش الضلع الكبير ده، ايوه الضلع ليه؟ الكبير ده اللي 10 سنتي يساوي اللي تحته لو كملناه كده صح؟ صح صح، اللي هو العشر اللي فوق يساوي الضلع الطول اللي فوق يساوي الطول اللي تحت، يبقى 7 زائد كام هتديني 10؟ ثلاثة 2. اثنين 3. ثلاثة ايوه 3 3. يبقى ده كمان برضو ايه؟ 3 سنتي. طلع مستطيل ولا طلع مربع؟ مربع مربع. يبقى هجيب محيط المربع ده رقم 1 الأولاني، اللي هو محيط المربع 1 زائد محيط المربع اثنين 2 اللي هو ايه؟ اللي كان باللون الأصفر، اللي هو 3 في كام؟ في 4. أربعة محيط المربع ايه؟ طول الضلع في كام؟ فين أربعة سلمان؟ أربعة فين رول؟ فين آدم؟ انتوا فين؟ تعالى. موجودين ثلاثة في أربعة اتناشر. مش سامعة صوتكم. 12. برافو. مش سامعة صوتكم ليه؟ أنا معاك، أنا واحدة اللي عايزاك قفل ترد كله. معايا، رد نعم معايا. ادم بس اللي قفل الصوت. نعم أيوه، قول واحد اللي قفل الصوت. يلا يا ادم افتح، افتح المايك يا ادم، وافتحي ميرول شاركي معايا. مش عايزة حد، خلاص اقفل. انا لسه كنت، انتوا هادين وهتسمعوا مش هتعملوا دوت. يبقى انا جبت محيط الشكل ازاي؟ جمعت قسمته وجبت محيط الشكل الاولاني ومحيط الشكل التاني صح يا مرال ولا ايه؟ يبقى عشان اجيب محيط الشكل كله هجمع ايه؟ المحيطين اللي انا طلعتهم، اللي هو محيط 1 يبقى محيط الشكل هيكون ايه؟ محيط المربع 1 زائد محيط المربع 2 يساوي كام؟ الأولاني ثلاثة جبناه بكام؟ ثلاثة 28 ثلاثة زائد كام؟ 12 نار يساوي كام؟ اثنين وثلاثين اثنين خمسة وتلاتين. أربعين هنجيب واحدة. 8 زائد 2 كام؟ خمسة وثلاثين 8 زائد عشرة 10. هنزل الصفر اجيب الواحد على الاتنين. 1 زائد 2 كام؟ واحد واحد. واحد واحد ثلاثة ثلاثة. ثلاثة ثلاثة 3 3 3 زائد 1 ثلاثة 30. أربعين 3 زائد 1 4 يبقى 40. 40 ايه؟ سنتيمتر مربع لا ده سنتيمتر محيط سنتيمتر بس. سنتيمتر
يا آدم. ايوه يا آدم ناس، ما بتردش ليه؟ ايوه انت صايم ولا ايه؟ انت صايم؟ صايم. طب صح وانا كده، ما كلنا صايمين. واحد صح جعان، كده منين؟ معلش هانت هانت، انا صاحي من بدري. معلش ده في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك، ما احنا بنصوم عشان نشتغل يومنا عادي، ماشي، طب ثانية، مش مش عشان ننام. لما كنت ماشي، طب ثانية، طب ثانية، طب ما كنت الناس تدينا الحصة دي يوم الجمعة الساعة 10 عندي، يعني الساعة 8 عندي الجمعة. الحقيقة ما كانش مناسب مع حد، هو مناسب دلوقتي. خلينا نرجع اللي احنا بنحله، تمام؟ يبقى انا عشان اجيب محيط الشكل قسمته لاتنين، دي اول طريقة قسمته ايه لاتنين، تمام؟ طيب دي اول طريقة. الطريقة التانية ايه؟ ان انا قسمته بالشكلين ده. طب ما انا كان ممكن اعمل حاجة تانية، كان ممكن اعمل ايه حاجة تانية، اقسمه بطريقة تانية اللي هي ايه، ان انا اقوم جاية واخدة الجزء ده كده اللي فوق كده، 23 الجزء اللي فوق ده كده، اخد الجزء اللي فوق زائد الجزء اللي تحت، يعني اقسمه المستطيل الكبير اللي هو فوق ده اللي بالاخضر ده. جميل صراحة. هجيب مناديل نعم وجاي، ماشي هتجيب ايه؟ مناديل وجاي. ماشي بسرعة. وهقسم الجزء التاني اللي تحت ده بالأصفر ده، بقى معايا ايه؟ مستطيلين. عايزة اجيب الجزء ده هعمل ايه؟ معايا ده 4 سنتي، تمام؟ معايا الطول ده ومعايا العرض ده، يبقى هجيب محيط المستطيل اللي بالأصفر. ها محيط المستطيل اللي بالأصفر هيبقى ايه؟ 4 سنتيمتر، 7، 4 زائد 7 يساوي كام؟ أربعة زائد زائد سبعة في عشر، كام؟ 11، في كام؟ 11، 10، 11 في كام؟ في 11 في 2، محيط 4، المستطيل 4، طول زائد العرض في 2 22، 44 يبقى 22 سنتي. سنتيمتر. طيب أنا جبت ده، جبت اللي بالأصفر ده اللي هو رقم 1. طب عايزة اجيب اللي فوق اللي بالاخضر، عايزة اجيب الطول ده. مش قلنا ان الطول ده هو الطول اللي فوق ده، اي اللي بالاصفر ده هو، يبقى هقول ايه برضو؟ 4 ناقص 7 ناقص 4 يساوي كام؟ سبعة سبعة. لا يساوي تلات، ثلاثة. 3 سنتي. احنا لسه جايبينه 3 سنتي. بقى معايا مستطيل عرضه 3 وطوله 10، يبقى هجيب ايه؟ محيط المستطيل التاني. ها 3 زائد 10. 3 ايه؟ في 2 طول زائد ثلاثة العرض في 2. ثلاثة في اثنين 3 زائد 10 في 2. 3 زائد 10 كام؟ ثلاثة 13 في 2 13 في كام؟ اثنين 26 4 26. لا ثانية، في حاجة غلط. ثانية واحدة، يا مش واحنا هنحل ايه؟ هنحل دلوقتي. ثانية واحدة، ثانية واحدة، أقفل. طيب خلينا نجيب عشان تبقى أرقام مظبوطة، خلينا
جيب اللي في الكتاب، المثال اللي في الكتاب طلعت عشان الأرقام تبقى 217. مظبوطة. لا لا مش مظبوطة الأرقام، استنى. هنفتح صفحة كام؟ لا صفحة 217. دي جايبة 204. أنا لسه بجيبها أهو، 217. أنا جايبها جايبها وين؟ يلا جايبها بينا. مين؟ أنا بيقول لي إيه ده؟ شكل إيه؟ سداسي. طول ضلعه سداسي منفصل، يعني طول ضلعه متساوي، طول أضلاعه متساوي، يعني الضلع متكرر كم مرة؟ ستة ده سداسي. ثلاثة لا خمستاشر سداسي، ستة سداسي مرات 6. أيوة، يبقى هضرب الضلع في كام؟ ثلاثة ستة في 6. مو خمستاشر أصلا. هضرب طول الضلع في 6 أيوة اهو، ده 3. بدل ما اجمع 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3، هضرب 3 في كام؟ ثلاثة ستة. في 6 ثلاثة متكرر ستة 6 مرات. مش لسه تسعة قايله لكم ستة ان لو محيط، لو شكل خماسي منتظم متكرر 5 مرات طول الضلع هضربه في 5، لو ثلاثة سداسي ستة منتظم ثلاثة ثلاثة هيضرب 6 في 18. طيب لو اداني محيط، ثواني ثواني، لو اداني محيط الشكل السداسي وعايز يجيب طول الضلع، مش انا ضربته في 6؟ يبقى هقسم على كام؟ على ثلاثة لا، ما انا ثلاثة ضربوه في 6، هقسم لا على 6، هقسم على 6 تاني تاني. لو مديني الشكل ده كده ماشي، وقال لي طول ضلعه، قال لي شكل منتظم، طالما منتظم يبقى ايه؟ كل اضلاعه متساوية، مش دول كلهم 18 كلهم 18. لو هو طالما قال لي الشكل منتظم عشان ثلاثة سواء ستة سداسي، طب اسمعوني اسمعوني عشان ده فلوس، سواء سداسي او سباعي او خماسي ايا كان الشكل، وقال لي منتظم يبقى كله ايه؟ كله متساوي، كل الاضلاع متساوية، يبقى هكرر الرقم، يعني سداسي هضرب في 6، لو خماسي هضرب في 5، لو مربع، لو المفروض رباعي شكل رباعي هضرب في ايه؟ أضربها اربعة. أربعة في أربعة 4. طيب انا أما لو ده في اداني مثلا، السداسي يبقى ده ما هو ده سداسي، لو اداني عايز طول الضلع ومديني محيطه 18 سنتي، ده المحيط تمام، اداني المحيط 18 سنتي وهو شكل سداسي، هو شكل سداسي، يبقى هقسم على كام؟ على عايز اجيب ستة طول الضلع على على ستة 6. طب لو مربع على أربعة على 4، برافو عليك. طب لو قال لي مثلث على وقال ثلاثة لي اضلاعه متساوية على على 3، ثلاثة برافو ممتاز، برافو عليك. طيب احنا هنا هنرسم تمام، هو هيديني برضو، بص هنا بيقول لي ايه؟ مثلث متساوي الاضلاع، اللي كان دخل اول كان مين؟ قلت لكم ابو مروان سلمان صح؟ أو طيب يلا يا سلمان، بيقول لي ارسم مثلثا متساوي الاضلاع محيطه 15 سنتي، طول الضلع هيبقى كام؟ قلت مثلث يعني 3 أضلاع، منتظم أو طول الضلع هيبقى متساوي، خمسة خمسة طول الضلع هيبقى 5، برافو عليك. طب ارسمه. هترسمه هنا ولا ايه؟ يا بنت مش عارفة أرسمه طب يلا هرسمه لك انا وانت تطلع لي طول الضلع، ماشي ارسمه لك انا يا سلمان ماشي، يبقى هرسمه منتظم متساوي الاضلاع، يبقى معايا مسطرة. بصوا احنا عايزين من الحصص الجاية كل واحد معاه المسطرة بتاعته، وهنشغل الكاميرا تمام عشان الحل هيبقى مسطرة، ولو موجود الكشكول المربعات هاتوه.
ماشي ماشي. نعم نعم هو اللي مش قاعد يطلعني ويدخلني. انا مش ما معايا كشكول مربعات. يبقى في مشكلة عندك في النت يا آدم. هاتوا معاك من الحصة الجاية يا سلمان. مين تاني عنده هو كشكول مربعات؟ معايا دلوقتي راح طيب اجيب تمام هنستخدمه. تمام. ماشي اللي مش معاه يجيب. تمام ماشي كشكول ماشي مربعات او نجيب. كراس اي حاجة، يعني اي حاجة، المهم اللي هي اللي بتبقى متقسمة مربعات دي ومسطرة. ماشي نحضر حصة بعد كده بالمسطرة وقلم رصاص والكشكول مربعات. ماشي تمام تمام. طيب هو هل عشان في ما ايه عنديش كوسة دي؟ مطبعة، بس دي صغيرة ولا مربعات صغيرة ولا كبيرة؟ بس الكوسة نعم دي تنفع. بص انا مش شايفة، الكوسة معلش دي مش تنفع شوفها، صورها لي مربعة وابعتها لي، كبيرة. صورها وابعتها لي معلش، عشان انا مش تنفع شايفة مشيرة المربعات الفي دي اف بس معاهم. الكوسة دي مربعات صغيرة. ثانية واحدة عشان لا الدوشة بس، الملي دي عشان الدوشة بس، مش عايزة حد يتكلم معاك جايين تاني. انا عندي روح مربعات. خلاص أنا قفلت المايك، عملت ميوت لكله. مين نشغل تاني المايك؟ ماشي الكوسة دي حلوة بس الكوسة دي أنا مش تنفع. شايفاها دلوقتي عشان أنا مشيرة الفي دي اف. يا آدم اسمعني اسمعني، والله لو سمعتني هتفهم أنا بقول إيه. أنا مش شايفاها دلوقتي، صورها وابعتها لي، اللي عنده كشكول يصورها ويبعتها لي. اهو مثلث سلمان بس اللي فتح المايك عشان ماشي سلمان ده حلو. ماشي. انت سلمان بس عايزاها اللي يا فتح اسمه المايك. بعد بيه ولا صغير؟ ايا اي حاجه بس الكبيره احسن لك انت عشان تعرف تحل معايا. فاتح حمود المايك. يلا يا سلمان رسمته لك اهو. قلت ايه؟ طول المسطره الدنيا الواحد الواحد يحسبها على مخبط. كام؟ خمسة طول الدنيا الواحد خمسة. آدم المايك مش مفتوح طالما دورك مش موجود دلوقتي. سلمان بس اللي بيحل، يبقى سلمان بس اللي فاتح المايك. ها هقسمه على كام؟ انت قلت اقسمه على 3، على خمسة. هقسم 15 على 3 يساوي كام؟ 15 على 3 بيساوي 5. 5 سنتي. يبقى الضلع ده هيساوي 5 سنتي، الضلع ده هيساوي 5 سنتي، والضلع ده ايه؟ 5 سنتي. لازم نرسمه كده، عشان كده بقول لكم لازم بالمسطرة. تمام طيب يوسف تاني واحد. ألو يلا يوسف ما صورتها. ماشي، هشوفها بعد الحصة عشان مش عارفة امسك دلوقتي الموبايل. يلا يوسف بيقول لي ارسم أيوة مربعا محيطه 24 سنتي، المربع ايه؟ متساوي ايه؟ ها يوسف يا يوسف، معلش كنت هو قافل يوسف خرج؟ الصوت. لا شغال. لا كنت قافل طيب الصوت. يلا ها. 24 هنرسم مربع، نرسم مربع محيطه 24، ها هيبقى نقسم على كام؟ 24 ال24 دي هنرسمها على كام؟ أربعة 24 4. برافو عليك، 24 على 4 يساوي كام؟ 24 على 4. ثاني 24 24 على 4، ايه اللي بضربه في 4 يديني 24؟ 8 جدول ال4. 8 في 4 بكام؟ 32. 8 30 لا 32 ماشي، يبقى مش 8 دي 24، يبقى يونس. انا هنقل عارف هنشوف السبعة. قول. عارف لا دور يوسف، دور يوسف. الو فين يبقى هي مش 7، مش 8، يبقى هنجيب أقل. ها هشوف السبعة، السبعة اللي ضربتها في الأربعة طلعت كام؟ ثلاثة أربعة اتنين. مش عارفها
هطرح من 32 اصبر. 4، هطرح من 32 4 يبقوا كام؟ عارفها يا مين؟ هو يوسف اللي هيقولها. يلا يا يوسف، انت جيت قلت هنا 4 ثمانية في 8 طلعت معايا ايه؟ 32، يبقى مش هي ال 24. وثلاثين. طب هقلل بقى، ما بقول يبقى لك اكيد اثنين هقلل، وثلاثين، انا قلت هقول لك ايه؟ اثنين 4 وثلاثين. 7.